سجلت الليرة اللبنانية انهيارا إضافيا مقابل الدولار على الرغم من نجاح لبنان في تشكيل حكومة قبل أشهر، لكن تعطل عملها وغياب أي خطط عملية للإصلاح يجعل البلاد تغرق في مزيد من التدهور الاقتصادي وسط مخاوف بشأن انفجار اجتماعي. مليونان وخمسمائة ألف ليرة لبنانية كانت قبل أشهر تساوي نحو 1700 دولار، هي اليوم تعادل 100 دولار لا غير. مليونان وخمسمائة ألف ليرة بالكاد تكفي عائلة من أربعة أفراد لأسبوع. كل يوم تقريبا كل يوم بدي 500 ألف تقريبا، ما عندي هالعيلة الكبيرة. إذا بدنا دواء، بدنا غاز، بدنا خبز، بدنا المواد، بنزين، شو بدك؟ هاي جمعة بمليونين وخمسمائة ألف بعده جمعة. أنا عندي طفل صغير بين حليب وحفاضات، هاي دول أسبوعيا بيروح بعد ما فتنا، لا جبنا دواء ولا استشفى ولا شيء. يعطيك العافية، يعني رايحين على خراب 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 خراب. ارتفاع سعر الدولار مقابل انهيار الليرة يتزامن مع مخاوف من توقف التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي بسبب عدم تمكن الشركة المعنية بالتدقيق من الوصول إلى كامل حسابات المركزي. كل ذلك يترافق مع عجز حكومة نجيب ميقاتي عن الاجتماع منذ أكثر من شهر بسبب خلافات بين مكوناتها. هلأ المشكلة الكبيرة أن التجار فرضوا استخدام هذا الدولار بكل التعاملات، عم يعكسوه على المستهلك، ولا بل أكثر من هيك عم بيزيدوا عليه هامش لإلهم، هامش ربح. ثلاثة أرباع اللبنانيين باتوا من الفقراء وفق دراسات متعددة بسبب انهيار العملة المحلية والارتفاع الجنوني لأسعار مختلف السلع وفقدان بعضها الآخر، حالة اجتماعية تهدد بالانفجار في أي لحظة إذا لم يصر إلى إيجاد حل طارئ وسريع. خسرت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها في أزمة يقول البنك الدولي إنها الأسوأ في تاريخ لبنان المعاصر، وفيما خارطة طريق الإنقاذ واضحة وقوامها إصلاحات جذرية، يبدو أن تطبيق ذلك بعيد المنال، وذلك بسبب الخلافات السياسية على كل الملفات. جيس الحشوري، العربي، بيروت.